الاحتفالية اليوم هي أولا التذكير بالدور الأساسي اللي قامت به المملكة المغربية في إنشاء هذه المنظمة من خلال مبادرة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني في 1969، واللي ساهم فيها المغرب بشكل حاسم في خلق فضاء لتنسيق المواقف بين الدول الإسلامية. هذه الاحتفالية كذلك هي التذكير بالدور الريادي اللي كتقوم به المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في عمل المنظمة، سواء من خلال لجنة القدس اللي كترأسها جلالة الملك، أو من خلال المشاركة النشطة للمغرب في مختلف اجتماعات وأجهزة منظمات التعاون الإسلامي. الرسالة الملكية كانت رسالة مرجعية لأنها تذكر بما تحقق، ولكنها تذكر كذلك بالتحديات وما يجب أن يتحقق. المغرب اختار أن تكون هذه الاحتفالية ليس فقط للاحتفال، ولكن للتفكير في ما يجب أن ينجز، التحديات التي تواجه اليوم العالم الإسلامي وما أكثرها، وكيف يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تكون الأداة اللي كيشتغلوا بها المسلمين. اليوم أكبر عدد ديال العمليات الإرهابية ترتكب من قبل المسلمين ضد المسلمين. اليوم نسبة التنمية أو التجارة البينية ضعيفة جدا بين الدول الإسلامية. اليوم إلا شفنا الدول أقل نموا يلقوا في عدد كبير من الدول الإسلامية. اليوم إلا شفنا حتى المشاكل الإقليمية أغلبها كتكون في العالم الإسلامي. اليوم إلا شفنا صورة الإسلام والهجومات اللي كتعرض لها الإسلام في عدد من الدول اللي صاعد فيها اليمين المتطرف، هذه كلها كتساءل منظمة التعاون الإسلامية، كتساءل الدول الإسلامية كيفاش بغينا نتعاملوا مع هذه التحديات. 50 سنة حققنا ما حققناه، اجتماعات، آليات، تقارير وبعض المجهودات اللي تحققت، ولكن ما ينتظرنا أكثر للتعريف بهذه المنظمة ولدفعها إلى أن تتكيف مع التحديات الجديدة. المنظمة بيمكنلاش تزيد 50 سنة أخرى بلا ما تواجه هذه التحديات بشكل مباشر. ذاك القفزة اللي كانت في 1969 محتاجينها اليوم كذلك بنفس الحماس، بنفس الرؤية، بنفس القوة، لأن التحديات هي تحديات كبرى. القضية الفلسطينية التي خلقت عليها المنظمة ما زال اليوم كتعيش يمكن أصعب مراحلها، منضاف تحديات أخرى ما كانش في القرن الماضي، ما كانش في الستينات، واليوم مطروحة. وبالتالي المغرب اختار الزاوية ديال ماشي الاحتفال، ولكن الزاوية ديال التذكير بالإطار اللي تخلقت في هذه المنظمة، والبحث على نفس الحماس لمواجهة تحديات مقبلة وما أكثرها في العالم الإسلامي. هذا يعني ما يصبو إليه القيادات على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك محمد، ونحن نسعى إلى تحقيق ما يصبون إليه إن شاء الله. هي استكمالا لنهج المملكة المغربية في قيادة العمل الإسلامي المشترك، وهذا يعني ديدنها منذ تأسيس المنظمة، حيث كانت المغرب رائدة مع المملكة في تأسيس المنظمة وهي دائما في المقدمة. في ظرف حساس، ولازلنا في ظرف حساس، ونعمل سويا مع بقية الدول الإسلامية لحماية مصالح المسلمين وحقوق المسلمين في كافة أنحاء العالم. أظن جميع دول الأعضاء متفقة على أهمية الإصلاح لتجديد وتقوية عمل المنظمة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.